سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في هذا الفيديو جيت باش نوريلكم الوجه الخلفي للوساده اللي راح نديروها. كما شفتوا معايا في الفيديو اللي سبق كنا درنا الوجه الامامي للوساده، واليوم ان شاء الله راح نشوفوا الوجه الخلفي. الوجه الخلفي راح نديروه بمربع جراني، يعني هذا الفيديو حطيته خاص للمبتدئين، يعني اللي مازال ما يعرفوش كيفاش يديروا مربع جراني. راح نوريلكم كيفاش راح تلحقوا للمقاس اللي تحتاجوه، يعني على حسب المقاس تاع وجه الوسادة. اذا انا راح نستعمل نفس الخيط اللي استعملته في وجه الوسادة ناكو، وراح نستعمل معاه كروشي رقم 2 حتى 2.5. انا هي هنايا الكروشي اللي عندي، هاد لي كروشي اللي عندي كامل الارقام ديالهم غلطة، يعني انا نشوف على حسب المقاس تاع الابرة. فانتوما استعملوا كروشي 2.5 مليمتر. هذه هي، واش راح نديرو؟ راح نبدا بسم الله بعقدة البداية. راح نلف الخيط على صبعي هكذا، وراح نشكل بهذه الطريقة عقدة البداية. دوكا راح نديرو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. درنا هنايا 5 سلاسل. راح نروح للسلسله الاولى لهنايا، راح ندير فيها منزلقه، عندها راح ندخل الخيط، ندخل الكروشي ونسحب الخيط ونزيد نسحب الخيط مباشره هكذا منا، راح نحصل على هاد الدائره الصغيره. دوكا راح نطلع بثلاثه سلاسل، 1 2 و3. هاد ثلاث سلاسل راح نعتبروهم اول عمود. حنروح داخل لف الخيط، نروح داخل الفراغ اللي في الدائرة وندير عمود بلفة الثاني، نزيد ندخل داخل الدائرة وندير عمود بلفة الثالث هكذا، يا ولا عندنا مجموعة من 3 عمود بلفة. دوكا راح نديرو 3 سلاسل، 1 2 و3، وراح ندخلوا في نفس الدائرة ونزيدوا نديروا مجموعة واحدة أخرى من 3 سلاسل، عفوا من 3 عمود بلفة. عمود بلفة الأول، عمود بلفة الثاني، عمود بلفة الثالث هكذا بهذه الطريقة. هنا ما نساوش الخيط اللي قعدنا من عقدة البداية، راح ندوه معانا هكذا، ندوه في طريقنا، نشدوه ونخدمو دايما فوقو باش يتغطى ويثبت مليح. راح نزيد ندير 3 سلاسل باش نزيد نشكل بهم الزاويه الثانيه هكذا، 3 سلاسل، وراح نزيد ندخل في الفراغ وندير 3 عمود بلفه، 1 2 و3، نزيدو 3 سلاسل، 1 2 و3. نزيد للمره الرابعه، راح ندير مجموعة من 3 عمود بلفة داخل الدائرة، 1 2 و3 هكذا بهذه الطريقة. نزيدو نديرو 3 سلاسل الأخيرة، 1 2 و3، ونروحو لهنايا للثلاث سلاسل الاولى اللي عملناها كنا اعتبرناها اول عمود. راح نروحوا للسلسله الثالثه، 1 2، وفي الثالثه راح نديروا منزلقه، يعني راح نسحبوا الخيط مباشره هكذا هكذا، ونقطعوا هذا الخيط الزائد اللي قعد لنا، نقطعوه دوكا خلاص، راهو مثبت وراهو مغطي. وهكذا نكونو كملنا الدورة الأولى. دوكا راح ننتقلو للدورة الثانية. باش ننتقلو للدورة الثانية، حنا رانا حابين نوصلو لهذا الفراغ اللي هنايا. باش نوصلو لهذا الفراغ لازم نتخطاو هاد 3 عواميد، يعني راح نروح هنا، راني أنا فوق العمود الأول، نروح لفوق العمود الثاني وراح ندير فيه منزلقة هكذا، نزيد نروح فوق العمود الثالث ونزيد ندير فيه منزلقه هكذا بهذه الطريقه.
ونروح لهنا للفراغ راح نزيد ندير منزلقة. هنا يا خلاص رانا وصلنا للفراغ اللي رانا حابين نوصلوا ليه. راح نطلع بثلاث سلاسل، واحد زوج وثلاثة، ونعتبرهم أول عمود. راح نزيد ندير العمود الثاني ونزيد العمود الثالث. هكذا درنا مجموعة من ثلاثة عواميد. دوكا راح نزيد ندير الزاوية الأولى بثلاثة سلاسل، واحد زوج وثلاثة، وفي نفس الفراغ يعني هنا دايما في نفس الفراغ راح نزيد مجموعة واحدة أخرى من ثلاثة عواميد. العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. هكذا بهذه الطريقة. دوكا راح ندير سلسلة واحدة هكذا، ونروح مباشرة للفراغ اللي بعده، وراح نزيد ندير فيه مجموعة من ثلاثة عواميد. العمود الأول، الثاني، والعمود الثالث. نزيد ثلاثة سلاسل، واحد زوج وثلاثة، وفي نفس الفراغ راح نزيد ندير مجموعة أخرى من ثلاثة عواميد، واحد زوج وثلاثة. هكذا بهاد الطريقة. نزيد ندير سلسلة وننتقل للفراغ اللي بعده، وراح ندير فيه نفس العمل اللي عملته لهنا ونفس العمل اللي عملته لهنا. ثلاثة عمود بلفة، ثلاثة سلاسل، ثلاثة عمود بلفة. راح نديرهم ونرجع هكذا بهاد الطريقة. نزيد ننتقل لآخر فراغ ونخدم نفس العمل. نروح بسلسلة، نروح لآخر فراغ، وراح نزيد نكمل فيه ثلاثة مجموعة عواميد، ثلاثة سلاسل، ثلاثة مجموعة عواميد. هكذا بنفس الطريقة راني درت كامل الزوايا. راح نغلق الدورة، ندير سلسلة، وراح ننتقل لأول عمود عملته بالسلاسل. نروح لثالث سلسلة، واحد زوج، وفي السلسلة الثالثة راح ندير منزلقة بهذه الطريقة. وهكذا نكونوا كملنا الدورة الثانية. نروحوا دوكا للدورة رقم ثلاثة. بنفس الطريقة لازم نروح لهاد الفراغ، ندير دايما منزلقة فوق كل عمود. هكذا العمود الثاني والعمود هذا الثالث ندير فيهم منزلقة، ونروح للفراغ ونزيد ندير منزلقة. هكذا نطلع بثلاث سلاسل نعتبرهم أول عمود، وبنفس الطريقة ونفس العمل راح ندير مجموعة من ثلاثة عواميد. هكذا العمود الثاني والعمود الثالث. نزيد ثلاثة سلاسل، واحد زوج وثلاثة، وفي نفس الفراغ نزيد ثلاثة عمود بلفة. العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. هكذا قلنا بنفس الطريقة. هنا شكلنا الزاوية الأولى. راح ندير سلسلة، نروح لهنايا للفراغ الأول. كم تشوفوا هنا هاد الفراغ اللي بين مجموعة العواميد، راح ندير فيه مجموعة عواميد من ثلاث عواميد. هذا واحد زوج وثلاثة. هكذا نزيد ندير سلسلة ونروح للفراغ للزاوية الثانية، وراح نزيد ندير فيها مجموعة عواميد بنفس الطريقة كما عملنا مع الزاوية الأولى. كملت الزاوية بنفس الطريقة كما شفتوا معايا. راح نزيد ندير دوكا هكذا، راح ندير سلسلة وراح ننتقل للفراغ الأول.
راح نزيد ندير فيه مجموعة من 3 عمود بلفة. العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. هكذا نزيد سلسلة وراح نروح للفراغ، يعني للزاوية اللي بعدها. راح ندير بنفس الطريقة كما عملت هنا وهنا، وفي الفراغات يعني هنا يا في الفراغ اللي راح يكون بيناتهم تاني، راح ندير فيه مجموعة من 3 عمود بلفة. نكمل الدورة وراح نرجع. هكذا نكونوا كملنا الدورة رقم 3. دوكا راح نروح للدورة اللي بعدها، يعني هنا يا العمل راهو دائما نفس العمل، يعني الدورة رقم 4 دائما راح نتجاوز هاد العواميد بغرزة منزلقة ونروح لهنا للزاوية. نديرو 3 عمود بلفة، 3 سلاسل، 3 عمود بلفة، يعني مجموعة عواميد مع زوج مجموعات عواميد نفصل بيناتهم بثلاثة سلاسل. هكذا العمود الأول، عفوا نسحب الخيط هنايا، العمود الثاني، والعمود الثالث. هادوما شفتوهم معايا في الدورات السابقة. هكذا درنا الزاوية. راح نزيد سلسلة، نروح للفراغ اللي بعده، راح نزيد ندير مجموعة من 3 عواميد. العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. راح نزيد سلسلة وراح نروح للفراغ اللي بعده هنايا، وراح نزيد ندير فيه 3 عمود بلفة بنفس الطريقة هكذا، وراح تبعوا نفس الطريقة هذه. في كل فراغ راح نديرو 3 عمود بلفة، يعني في كل فراغ راح نديرو مجموعة، بين مجموعة ومجموعة راح نفصلو بسلسلة واحدة. نزيد ندير سلسلة ونروح للزاوية وندير نفس العمل. هكذا بهذه الطريقة راح نكملو كامل الدورات اللي جاية، يعني في الزوايا راح نديرو زوج، وفي كل فراغ راح نديرو مجموعة من 3 عمود بلفة نفصل بيناتهم بسلسلة واحدة. نكمل أنا كامل الدورات حتى نوصل للحجم المناسب اللي راح نحتاجه في المخدة ديالي. هكذا راح نكمل وراح نرجع باش تشوفوا عدد الدورات المناسبة لهذه الوسادة. كملت بنفس الطريقة حتى وصلت للدورة رقم 21. في الدورة رقم 21 هنايا خلاص كملنا العمل ديالنا. راح ندير هنايا عقدة نهاية، نطلع بسلسلة ونقطع الخيط، وهكذا نكونوا تحصلنا على الحجم المناسب لمربع هاد المربع الجراني. هكذا دايما راح نطلعوا بسلسلة ونسحبوا الخيط ونقطعوا السلسلة، هذيك راح تكون هي عقدة النهاية. هكذا راح نزيرها، نسحبها وراح نخبيها، اكيد هكذا راح نخبيها هكذا يا فقط بمنزلقة، راح نخبي الخيط كامل هكذا كما شفتوا معايا. من بعد انا راح نخبي الخيط. هذا هو الحجم المناسب، هذا هو مربع الجراني، الحجم ديالو مناسب للوسادة اللي يكون الحجم ديالها 40 سنتيمتر. هكذا بخيط دائما بخيط الناكو اللي قلت لكم السمك ديالو 2 مليمتر. هكذا يا باش تعرفوا، يعني الحجم دائما يختلف على حسب سمك الخيط. اذا استعملتوا خيط رقيق راح يكون يعني هناك اختلاف في عدد الدورات. المهم ان شاء الله يكون كلش مفهوم بالنسبه للمبتدئات، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. اكيد راح نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نشوفوا تركيب الوجهين، يعني الوجه الامامي والوجه الخلفي للوسادة، وتشوفوا كيفاه راح تحصلوا على مخدة هايلة رائعة. هخلي لكم الروابط اسفل هذا الفيديو، يعني رابط الوجه الامامي ورابط السحاب كيفاش راح نشتغلوه، واكيد التركيب النهائي. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. من هذاك اليوم قلكم اتهلاو في روحكم ومع السلامة.